ها يا جماعة، مساء الخير. الأول أنا بالنسبة للناس اللي بتتكلم علينا وبيقولوا إن في ناس معاها فلوس تشتري فيلل ب 105 مليون في مارينا والساحل وحاجات زي كده، أولا دي أرزاق يا جماعة عشان ما حدش يزعل. ثانيا إحنا ناس بنحب الخصوصية جدا 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 فوق ما تتصور، واحنا شارين فيلا للساحل والحاجات دي علشان خاطر ننسى التعب والمجهود اللي بنبذله في حياتنا عشان نحقق صفقات نجيب من وراها الفلوس ديت علشان خاطر نعرف ننبسط ونقضي وقت جميل في املاكنا. الشيء اللي انا الحقيقه خلاني اعمل لكم الفيديو دوت هو ان انا عايز اقول لكم ما تزعلوش قوي يا جماعه، ما هو زي ما انتوا زعلانين كده ان في ناس معاها فلوس تشتري فيلا وحاجات زي كده، اوعوا تفتكروا ان احنا مبسوطين، بالعكس احنا فوجئنا ان في معانا في نفس المكان فيلا ب 40 مليون وب 17 وب 9، وطبعا ده شيء حزني جدا، وانا بفكر ان انا ما اروحش الحقيقه الشاليه بتاعي دوت او الفيلا بتاعتي، ويا اما اسيبها مش عارف، انا لسه ما قررتش. بس عايز اقول لكم ان في خبر مش كويس، وهو ان انا مش هقعد في مكان واحد مع ناس اقل مني في المستوى. سوري، انا شاري فيلا ب 100 مليون يقعد معايا ناس ب 100 مليون، لكن يسكن معايا في نفس المكان ناس شاريه ب 40 وب 17 وب 9، اعتقد ان كده بقت مساكن شعبيه. سوري يا جماعه.